ونتابع الحديث أيضا حول هذا الموضوع عبر الهاتف. ينضم إلينا سعادة السيد علي العراضي عضو مجلس الشورى. أهلا بك سعادة السيد علي العراضي. كيف يعني تصف لنا القرار، قرار الإفراج عن 361 نزيلا، وكيف سوف يعني نقرأ هذا القرار في منظومة، في تطوير منظومة العمل الإنساني في مملكة البحرين؟ مساء الخير بداية، وانتهز هذه الفرصة لمسي بالخير عليكم وعلى السيدات والسادة المشاهدين، وأشكركم على هذه الاستضافة. وأود كذلك إذا سمحتوا لي في البداية أن أسجل وقفة إجلال وإكبار لمقام سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، القائد الحكيم والراعي الأول للطموحات الوطنية الرفيعة وصاحب الرؤية الثاقبة والملهمة، ونرفع أسماعيات الولاء وعظيم التبريكات إلى المقام السامي بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني المجيد وإحياء ذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة، وكذلك تولي جلالته مخاليد الحكم حفظه الله. ولتني كذلك أن أستذكر إذا أذنت لي في عجالة في هذه المناسبة شهداء الواجب البررة والذين دافعوا عن حياض الوطن وأسهموا بدمائهم الزكية في الحفاظ على أمنه واستقراره، وسطروا لنا جميعا بتضحياتهم تصل الأمثلة. بالعودة إلى سؤالك، طبعا تفضل حضرة صاحب الجلالة بالعفو الخاص والإفراج عن 361 نزيل، هو سيوجه بداية ليس بغريب على جلالته، فهو ملك الإنسانية وهو صاحب القلب الكبير والحامل الأول للدين والوطن، وتعودنا من جلالته في كل عام بمناسبة أعياد الوطنية أن يعفو عن مجموعة من المحكومين، وهذا الموضوع طبعا في البداية هو يبث روح الأمل والعزم في كل مواطن، وهو توجه أن يدفعهم إلى توجيه الإمكانيات والطاقات لبناء دولة المؤسسات والقانون. الآن كيف ينعكس ذلك على المجتمع؟ طبعا هي فرصة للمفرج عنهم في أن يندمجوا في المجتمع من جديد وأن يتحولوا لعوامل ازدهار وبناء في وطنهم في ظل العهد الزاهر، وهي فرصة كذلك لمن أخطأ بحق نفسه ووطنه لتصحيح الخطأ والرجوع عنه، وهي فرصة لنا نحن كذلك في المجتمع بأن نعطيهم دور جديد وأن ندمجهم وأن كذلك يعني نتقبل منهم ما قاموا به وأن نسعى معهم ليكونوا المعاول للبناء في المجتمع. أدام الله على البحرين دائما الأفراح والمسرات. نعم، سعادة السيد علي العراضي عضو مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.